الذين يتم تكريمهم هم نزلاء السجن المحلي لمدينة الدار البيضاء عسبة. المستفيدون من التمدرس والتعلم والتكوين بهذه المؤسسة يفوق عددهم 500، لكن الفئة التي تم تكريمها هي المتفوقين دراسيا وأخلاقيا، كهذا الشاب الذي تفوق في دراسته ومد يد العون لنزلاء السجن. هذا ستان بلس بالنسبة لإعادة الإدماج ديالنا، هادشي تيساعدنا. 7 سنين وأنا في السجن و7 سنين اللي دوزتها في الدراسة، يعني شديت إجازة الأولى في العلوم الاقتصادية، شديت الدوك في القانون، ودابا تنقرا في الماستر ومانجمنت، وإن شاء الله نكمل الدكتورة ديالي. من النجاحات في البكالوريا شعبة التعليم الأصيل مسلك اللغة العربية. في العوض ما كيبقى الفراغ، كنعوضوا داك الفراغ، كنشغلوا يعني كنزيدوا أفكار جديدة، كنكتسبوا مهارات جديدة، يعني مهمة بالنسبة لنا بزاف، بالنسبة للنزلاء بزاف. هاد الجائزة ديال كتاب الله عز وجل تجويد القرآن الكريم هي جائزة تعطى لمن يستحقها، يعني ببلوغه الصف الأول. وهاد الجائزة خديناها الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى عن تجربة في هذا الميدان، تجربة منذ الصغر. هذا الالتفات التي نظمت بشراكة بين المجتمع المدني واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون بالبيضاء، الهدف منها أنسنة هذه المؤسسة والانتقال بها من مرحلة الاستماع والتوجيه إلى التشجيع على الخلق والإبداع والتميز. نكرم الناس اللي حصلوا على الإجازة، والناس اللي حصلوا على البكالوريا، والناس اللي حصلوا على ديبلوم ديال التكوين المهني، والناس اللي نجحوا في السادس، والناس الطالب المثالي، وبعض الحرف العاديه بحال فن التزوق، تيصيف تكريم السجناء اللي كيعلموا سجناء اخرين. هذه الفئه هذه ما يكفيش غير اننا تكريم ديال الكتب، ولكن في نفس الوقت انه يكون واحد الحفله اللي نستدعيوا فيها الفاعلين باش نبينوا على انه راه رغم الظروف الصعبه فهنالك تفوق وهنالك نجاح. تنقلنا من المراقبه وتتبع اوضاع السجناء الى النهوض باوضاع السجناء داخل السجن، داخل المؤسسة السجنية. وفي هذا الإطار توصلنا أننا ما يبقاش العمل ديالنا مرتكز غير على الاستماع إلى شكاية السجناء، ولكن من مساعدتهم. لتحسيس نزلاء هذا السجن بأهمية ما قدموه، شارك عدد من الفنانين في إحياء فقرات هذا الحفل الذي تخللته لوحات فنية من تصميم نزلاء سجن عين سبع.